السلام عليكم يا شباب المهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل كلامنا في الاستريس اناليسز، والنهارده موضوعنا النورمال استريس. كنا عملنا عليه قبل كده 4 فيديوهات، ودوت الفيديو الخامس النورمال استريس. النهارده باذن الله هنتكلم على اكزامبل 19 بارت 1. ايه قصه بارت 1 دي؟ دي هنفهمها ان شاء الله في الاكزامبل اللي معانا. الاكزامبل بيقول for the concrete block shown in the figure، ادي البلوك اللي قدام مني. هو عايز find the extreme values، القيم of h. فين h دي؟ h دي اللي هي الافقية. الافقية هنا بقى قد تمثل مثلا رياح، قد تمثل قوة فعل للزلازل، whatever. in case of there is no tensile stresses at section DB، هو عايز اقصى قيم للاتش ديت بحيث ان ما يبقاش في اي ستريس شد على سيكشن دي بي. فين سيكشن دي بي دوت؟ اللي هو تحت خالص عند القاعدة، ملاصق للتربة. زي ما احنا عارفين ان انا مش هقدر ان انا اخلي في ستريس شد على التربة. طيب اذا تفكيري كده هو بيقول لي مش عايز تنستايل ستريسز، ده كده بيقول لي دايركت انت لازم تشتغل على الكور اوف سيكشن، ويهمني ان قيمة اتش دي تخلي المحصلة كلها داخل الكور. طيب اذا دلوقتي عشان اقدر اشتغل فانا لازم احسب الفيرتس اوف سيكشن. طيب دلوقتي ده بارت 1. بارت 2 ده بإذن الله هو اللي هنتكلم عليه في المرحلة القادمة. نشوفها كده مع بعض بقى يا شباب. ادي البروبرز اوف سيكشن بتاع سيكشن بي بي، هنلاقيه عندنا عبارة عن دايرة بنصف قطر كام؟ 3 متر. طيب حسبتها الاريا هتساوي باي في 3 سكوير، هتساوي 28.27%. وبعد كده الاي اكس هي الاي واي باي في ار اس 4 على 4. وبعد كده الكور اوف سيكشن طبعا زي ما الشباب فاكرين، الحمد لله ان هم مذاكرين، اللي هي بتطلع لي ار على الاربعة، اللي هي تساوي 75% متر. يبقى انا كده حسبت له البروبرز اوف سيكشن بتاع مين؟ بي بي. وحسبت الكور اللي يهمني ان انا اشتغل عليه، على بحيث ان المحصلة بتاعتي تكون اقصى شيء ليها فين؟ على حدود الكور اللي احنا رسمينه دوت. طيب السؤال هنا هو كان بيكلمني على البروبرز اوف سيكشن بتاع بي بي، يا ترى هل هحتاج في شيء لسيكشن اي اي؟ سيكشن اي اي دوت اللي هو كان فوق، هل هبصله في اي شيء؟ هبصله. الشباب يقول لك ما انا لازم احسب له الاريا عشان احسب منها الويت. تعالوا كده نبص مع بعض. ده القطاع اللي هو فوق الاي اي. طب القطاع دوت هحسب له الاريا اهيت 2.598 اي سكوير، هيديني 10.392. وادي الاي اكس بتساوي الاي واي عندنا في التيبل، اللي هي عبارة عن 5.413 تايم 2 باور 4 اوفر 4 ايكوال 8.6. يبقى انا كده الحمد لله حسبنا البروز اوف سيكشن بتاع بي بي وبتاع اي اي، واحنا فاهمين احنا بنحسبهم ليه. المرحلة التانية في النقطة لسه عندنا اللي هي السترينين رياكشن. طب انا كده تعالوا كده نشوفها مع بعض. يا ترى في عندي كام قوة؟ في عندي اتش اهيت في الرأسية في بيساوي 50، وطبيعي في دبليو 1 وفي دبليو 2. طيب دبليو 2 دي بتاعت مين؟ بتاعت الجزء السفلي. طب دبليو 1 بتاعت مين؟ الجزء العلوي. طيب طب النص ده اللي احنا شايفينه يا ترى اتحسب ازاي؟ اتحسب ازاي؟ بمنتهى البساطة بنقول لسعادتك تعالى كده بص معايا. الشكل بتاعي بيقول ان دي المسافة دي 4 متر. 4 متر نصها كام؟ نصها هيبقى 2.
فطبيعي ان سي ان ال W واحد هيقع فين؟ على مسافة 2 من هنا. تمام، طب كويس قوي. بس انا شغال حاليا على مين؟ على السكشن اللي تحت. طب السكشن تحت دوت كام؟ 6، يعني 3 و3. طب 3 من اول هنا، من اول النقطة ديت، ادي السي جي بتاع البارت اللي تحت. طيب المسافة دي كانت كام؟ هو مديهاني ان هي نص، اذا النص و2 يدينا كام؟ 2.5. 2.5 والسي جي اللي تحت ده على مسافة 3، اذا يديني فرق كام؟ النص دوت. تمام، كويس اوي كده. طيب الستين رياكشن بنبدأ نحسبها مع بعض. ال W واحد، عشان الناس ما تتلخبطش في اي شيء، كلمة W معناها الويت اللي هو الوزن بتاعي، فالوزن ده بيبقى عبارة عن الفوليوم في الدنسيتي، الحجم في الكثافة. طيب الحجم ده يتحسب ازاي؟ لأي شكل؟ الاريا في الهايت، اريا تايم هايت، يعني المساحة في الارتفاع. طيب أنا عندي هنا المساحة حسبناها اللي هي 10.396، دي اللي هي الارتفاع أهوت، عندي الارتفاع بتاع الجزء العلوي، 2 دي اللي هي بتاعت الكثافة، يديني 124.7. طب W 2 برضو الاريا السفلية اللي هي 28.27، تايم 1 اللي هو الارتفاع، هنا ارتفاع 1، تايم 2 يدينا 56.54 طن. كده الحمد لله حسبنا W 1 و W 2. طب يهمني اعمل ايه عشان قانون النورمال ستريس بتاعي؟ ان انا احسب النورمال، احسب ام اكس، احسب ام واي. تعالوا كده نحسبهم. ادي النورمال اللي عندي اللي هي هتبقى 50، وادي البلان اهو بتاعي، ادي 50، وادي ال W واحد وال W اتنين، ادي القيم بتاعتهم اهيت، وادي التوتال سالب 231. ام اكس بيساوي صفر. طب ترى ليه ام اكس بيساوي صفر يا شباب؟ انا عندي كام قوة؟ 4 قوة. ايه هما؟ ال W واحد، ودي نازلة في، ودي نازلة على محور اكس، فطبعا عمرها ما هتعمل ام اكس. وعندي W 2 برضو نازل على محور اكس، فبرضو مش هتعمل اي شيء. وبعد كده ال V اللي هي القوة الرئيسية نازلة على محور اكس، وال H موازية لمحور اكس، اذا برضو مش هتعمل عزم حوالين اكس. اذا ادي الاربع فرص اللي عندي مش هيعملوا ام اكس، يبقى كده ام اكس بكام؟ بيساوي صفر. طب يا ترى ام واي بقى؟ ام واي بقى واي فين؟ انا يهمني ده شغال على سيكشن بي بي، يعني محور واي هنا اهو، اللي هي النقطة دي اللي هو هنا يظهر لي في البلان، ادي واي وادي اكس، ادي اكس السفلية اهي، محور اكس هنا اهو. دبليو اتنين برضو مش هتعمل اي شيء، انما دبليو واحد هتعمل فين؟ المسافة نص، يبقى ادي دبليو واحد اهي 124 في نص اهي. وبعدين الخمسين في بوينت ايت، الخمسين دي اللي هي الرأسية في بوينت ايت اهي. وبعد كده اتش في سيفن، سيفن دي ليه؟ عشان الستة بلس وان ايكوال سيفن. طب ده يطلع لي كام؟ سالب 102.35 ماينس 7 اتش. طب كويس قوي، وصلنا الحمد لله ل ام اكس ام واي. خلاص احنا قربنا ننهي. ننهي بقى ازاي دلوقتي؟ اكستريم فاليوز اوف اتش، الاي واي بيساوي ام اكس على ان. طب ما هو الام اكس طلعت بصفر، اذا الاي واي تطلع بكام؟ بصفر. طيب الاي اكس بتساوي ام واي على ان، الاي اكس ديت ام واي احنا حسبناها، والان عندي. طيب يا ترى ال 75% دي طلعت منين؟ لو نفتكر كده يا شباب، رسمة الكور معانا الشكل بتاعي كان سيركل، دايرة، بقى في دايرة صغيرة اللي هي بتاعت الكور، والدايرة دي نصف قطرها كان كام؟ كان 75%. طيب اذا حدودي اللي هي 75% يمين و 75% كام؟ شمال. طيب طب يا ترى واحد يقول لي، طب يا ترى يا دكتور لو انا بقى كان عندي اي واي واي اكس،
هقول لساعتك انك هتمشي على فين؟ على الخط بتاع الدايرة بالظبط، ودي ان شاء الله اكزامبل تانية هنوريها لك. طيب كده طلعنا الـ EX هي بتساوي 75%، وهنا بقى يشتغل دور الماس، وما شاء الله على الشباب الماس عندهم رائع. نشوف كده سالب 7H سالب 135% على سالب 231.24 يساوي 45%. أبدأ أصفيها مع بعض، بالمنظر ده يطلع لي اتش بكام؟ ب10.15 طن. بس هل يا ترى في قيمة واحدة لاتش؟ لا مفيش قيمة واحدة لاتش. ليه؟ لأن مرة هعوض إن المحصلة هتخبط هنا أقصاها هنا، ومرة المحصلة تخبط فين؟ أقصاها هنا، بحيث إن أنا كده أكون المحصلة لو جت في أي نقطة من دول أوكي مفيش أي مشكلة خالص. إذا مرة هيبقى 75%، ومرة سالب 75%. تعالوا كده نشوفها كده مع بعض، نلاقي إن في الآخر خالص طلعت اتش بكام؟ سالب 39.4. إذا اتش عندي محصورة بين القيمتين دول. واحد كده من الشباب يقول لي لا طب يا دكتور اتش هنا طلعت مرة بالسالب ومرة بالبوزيتيف، دي معناها ايه؟ اقول لسعادتك معناها الاتي، معناها ان ممكن اتش تبقى بالمنظر ده متجهة من الشمال لليمين، ومرة ازاي كده. اذا انا عندي على اساس ان انا بشتغل في اوقات المباني العالية على الرياح، فانا ما اعرفش الرياح دي جايه شرقيه غربيه، ولا غربيه شرقيه، ولا شماليه جنوبيه، او جنوبيه شماليه. ففي الحاله دي يهمني ان انا اعرف تاثير القوه بتاعتي هيبقى عامل ازاي. فنقدر نقول ان المبنى دوت اللي احنا عاملينه علشان ما يحصلش اي ستريس شد على القاعده، فلابد ان قيمه اتش الافقيه ديت تتراوح ما بين السالب 39.4 والـ10.15. وبكده نكون الحمد لله انتهينا من البارت الاولاني، وده قسمتها على تو بارتس، لان اللي كان يهمني التفكير بتاعنا يمشي ازاي. فعشان الناس تهضم الموضوع شوية قلت اقسم الفيديو على تو بارتس، وربنا يوفقكم. ولو في اي اسئلة او اي كومنت باذن الله الناس تكتبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.